بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النظام غبي، سقط سياسيا وميت، وعسكريا لا يبقى شيئا. نحن دخلناه في هذه الابنيه، عملنا له كمين، عملنا ترصد صار 4 ايام، خلينا يفوت بهذه الابنيه وحاصرناه، اسرنا منه ما اسرنا، وهلا بنصوركم اياها ونبعث لكم اياها، وكبدناه خسائر باذن الله تعالى. لن تقوم له قائمه. هذا الخالديه، نحن بالخالديه، هي تقوم حي البياضه، وهي السوارع هذه، نحن بالخالديه، هي مدرسه عمار، وهذا الحوائط هذه احيانا، ونحن دخلناه في الكمين هذا بكمين محكم مع القاده الميدانيين الموجودين هنا في حي الخالديه، واثرتنا حمص كليات، حمص المحاصره، رغم المها ورغم جراحه حاصل، جاءوا كل المجاهدين وأذرونا بهالكمين. وهذا بإذن الله تعالى نهدي لشهدائنا الأحرار اللي قدمناهم اليوم ومبارح، وصلنا 18 شهر عم نقدمهم، وإن شاء الله بإذن الله الله ما بيخزننا، والله معانا. أمريكا لمصالحها وروسيا بقراراتها والعرب بتخاذلهم، بس نحن المجاهدين هذولا هالسلة القليلة هذولا اللي رفعوا اسم الله، وهذول عم ينصرون الله، وهذا الكمين ردا بس على أطفر شهيد من شهدائنا. الله أكبر.